لو انا النهاردة ما لقيتش الطلب ده موجود في العشرة مليون طن اللي احنا بنعملهم في مصر، بيعملهم مين؟ مزارعين مصر. هضطر اخد منين؟ هشتري من بره. وهنا الموضوع ده يجيبني على حاجة، الموضوع الدولار، موضوع الدولار، وده ليه تأثير كبير جدا على الأسعار في مصر. طيب أنا لما كل ما أكون فاتورتي من الدولار تزيد، لازم ده يبقى عبء على الاقتصاد، لأن إحنا عايزين نجيب حاجات أساسية مش بس الأكل والشرب. أنتوا عارفين في زيت الطعام، أنتوا أصله يعني في الريف ناس ما تاخدش بالها قوي. كان زمان من 40 سنة و50 سنة الريف كان بيغطي حاجته. الريف كان ايه؟ بيغطي حاجته. حد كان بيجيب زيت؟ ده كان عيب قوي. حد كان يقدر يجيب زيت في البيت؟ زيت ذرة كان عيبة جدا في الريف. يقولك معقول احنا ناكل بزيت؟ احنا بناكل بسمن وسمن بلدي. حد كان بيروح يشتري بيضة من الشارع؟ حد كان بيروح يشتري فرخة من الشارع من أي حتة يعني؟ لا، كان البيوت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة. ده كان الريف المصري. أي ما كان عدده، لو كان الريف من 40 سنة عدده 10-15 مليون كان بيغطي نفسه، وكمان بيطلع جزء للحاضر لعواصم محافظات الـ يعني محافظة البحيرة، يبقى يطلع لها من جوه مراكز البحيره يطلعوا لهم بيض ويطلعوا لهم ده وده. ده ما بيحصلش دلوقتي بالمستوى اللي كان، ممكن يكون فيه شويه. فبقت الدوله النهارده معنيه انها تغطي كل الطلبات ويبقى الكلام ده متوفر. احنا تحولنا من حاله كنا موجودين بيها قبل كده لحاله تانية، وبعدين بنقول ايه؟ ليه احنا ظروفنا وليه الاسعار بقت كده؟